السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو هذا غادي نعطيكم الحل ديال التمرين المقترح على مجموعة فيسبوك اس في ماتيماتيك. التمرين هو كالتالي: التمرين هو النص مكتوب باللغة الفرنسية، سأحوله إلى اللغة العربية. اكزيرسيس داريتميتيك، تمرين الحسابيات، ريزوليسيون دو نيكواسيون ديو فونتين، حل معادلة ديوفانتين. نعتبر في الزائد 2 المعادلة E 23X ناقص 40Y تساوي 1. أولا جيستيفي، تأكد أن E تقبل على الأقل زوجا يكون حلا لها. ثانيا اعطي زوجا يكون حلا خاصا للمعادلة E. ثالثا حل المعادلة E. رابعا استنتج أنه يوجد عدد صحيح دي وحيد يحقق هذين الشرطين. الشرط الأول هو 23 دي يكافئ واحد بترديد 40، 23 دي يكونغري أ 1 موديلو 40، اي دي لو نومبر دي اي كومبري اونت 0 اي 40. اذا بقاو معايا حتى نهايه التمرين باش تستافدوا اكثر، وستلاحظون ان الحل سيكون بسيط جدا، ما فيه حتى شي صعوبه، اللهم الا اذا كنا يعني نجهل بعض الخاصيه. اذا غنبدا بالحل. اولا غنبينو ان او ادمي او موان ان كوب سوليسيون، غنبينو ان هذيك المعادله او هذه عندها على الاقل حل اللي هو على شكل زوج. اذا كنعرفو ان 23 هو عدد اولي، 23 عدد اولي هذا معروف، 23 لا يقسم 40، 23 est un nombre premier et 23 ne divise pas 40. إذا غادي نذكركم بواحد التيوريم مهم جدا، هذا سي ان تيوريم تري امبورطون لاريتميتيك، وهو تو نومبر بروميي، تو نومبر بروميي اي بروميي، غادي نوضح باللغة العربية، لي بغومي افيك تو اونتي تو نومبر كيل نو ديفيز با، هذا واحد التيوغيم مهم جدا. إذا غادي نوضح باللغة العربية، أي عدد اي عدد اولي quel que soit p appartenant à l'ensemble des nombres premiers، غادي نرمز ليها انا كنفضل نرمز للنومبر ديال لونسومبل دي نومبر برومي، هكذا p quel que soit p appartenant à p p si p ne divise pas et pour tout par exemple c appartenant à z، P, si P ne divise pas C, alors P est premier avec C. P, j'ai essayé, c'est égal à. Et voilà. Aïe adad awali, qui kun awali, ma aïe adad, ma ki taqsam chali, qui ne divise pas. Idan hana lahidu, 23 est premier, 23 adad awali, ou 23 la yqsim 40, idan 23 awali ma a 4. Donc 23 et j'essaie de 23 et 40 c'est égal à 1. Et là, on a bien que le nombre de le nombre de
راه كيقسم البي جي سي دي ديالهم، يعني هاد السلاده كاين بعض المرات كنلقاو هنا ماشي واحد، كنلقاو عدد اخر هنايا يخالف واحد. اذا ce qui implique qu'il existe au moins un couple x0 y0, vérifions cette égalité. C'est-à-dire 23x0 ناقص 40y0 يساوي 1. طبقي لو تيوريم حسب مباعنة بيجي. غندوزو السؤال الثاني. قال لك السؤال الثاني اوجد حل بارتيكولير، سوليسيون بارتيكولير، حل خاص للمعادلة. إذا غادي نستعملو الألغوريتم دو كليد كيفما شفت، كيفما وضحت في أحد التمارين السابقة. الألغوريتم دو كليد إلي بازي راه يعني الأساس يعتمد على القسمات المتتالية، يعني نقسم عاد نقسم عاد نقسم إلى آخره. إذا دابا أش مهم لينا، أش غادي نقسم؟ غنقسم العدد الكبير على الصغير، يعني 40 غنقسمها على 23، 40 غنقسمها على 23، ها هي. غنعمل القسمة أمامكم، 40 قسمها على 23، غتعطيني 1، 23 هي 23، غنقص 10 ناقص 3 7، 4 ناقص 3 1، إذا الباقي 17، إذا المتساوية هي 40، 40 ها هي تساوي الخارج 1 في المقسوم عليه 23 زائد الباقي. إذا مباشرة غنستنتج الباقي، ها هو سو كي امبليك الخانة الأخرى هذه المقابلة، 17 يساوي 40 ناقص 1 23. ندوز ثاني للقسمة الثانية، يعني الباقي هنا هنا الباقي هو هذا والمقسوم عليه هو، إذا المقسم هاد 23 غيصبح هو المقسوم عليه، والمقسوم المقسوم والمقسوم عليه غيصبح هو 17. إذا 23 شحال فيهم 17؟ هي وحدة. 17 13 ناقص 7 6، 2 ناقص 2 0. إذا الخارج هو 6، الخارج هو 1 عفوا، والباقي هو 6. إذا 23 23 تساوي 1 خارج في 17 زائد الباقي. إذا نستنتج الباقي مباشرة، يعني هذه هي الطريقة. إذا الألغوريتم دو كليد كنهبط هكذا وكنعاود نطلع لا ديسونت إي لا غومونت. إذا 6 كتساوي 23، هاهي 6 كتساوي 23 ناقص 1 في 17، هاهي القسمة الثانية، وهي كيصبح هذا مقسوم وهذا مقسوم عليه الباقي. إذا غادي ناخد 17 ونقسمها على 6، 17 على 6 هي كام؟ هي 2، 12، 7 ناقص 2 5 0، إذا الباقي 5، خارج 2 هو مضروب 6 زائد الباقي 5. إذا مباشرة ندوز ونحسب الباقي، إذا الباقي 5 كيساوي 17 ناقص 2 في 6، ثم أتابع. لافون ديغنييغ ديفيزيون، لا ديغنييغ ديفيزيون مكتهمناش لأن صافي وصلنا هنا نوصل لواحد. إذا دابا أش غيصبح؟ غيصبح 6 هو المقسوم والباقي 5 هو المقسوم عليه. 6 شحال فيها من 5؟ فيها وحدة. 5 6 ناقص 5 1، هاني لقيت 1. إذا 6 تساوي 1 في 5 زائد 1. كاينة ديك القسمة الأخرى اللي غنلقاو فيها الباقي صفر، مكتهمناش هادي، هادي منعملو بيها. إذا سو كي امبليك كو لو غيست 1 إيكال أ 6 موان 1 فوا 6. إذا دابا غنطلق من المتساوية ما قبل الأخيرة، لافون ديغنييغ إيكاليتي، هادي هادي اللي دورت عليها باللون الأزرق. إذا أون أن إيكال أ 6 موان 1 فوا 5 هي 1 كيساوي 6 ناقص 5. إذا أنا شنو الهدف؟ الهدف هو دائما
وصل لهذه 23 واحد العدد زائد 40 واحد العدد آخر هنا يساوي 1. هذا الواحد هو انطلقت منه، هو بديت من تحت من الأسفل، إذا أنا طالع بديت من الأسفل، جي مانتنو غومونتي لو طابلو، إذا نطلع مع الجدول. إذا واحد كتساوي 6 ناقص 1 5، 6 نخليها، 1 نخليها، وهاد الخمسة هادي هادي لأنه 6 غيست، لو غيست اللي قبل، هو غنعوض، 5 غنعوضها ب 17 ناقص 2 في 6. Je remplace 5 par 17 moins 2 fois 6. انشر هنا، انشر وما نحسبش. 6 ناقص 1 في 17 زائد 2 في 26. 2 في 6، 6 في 1 زائد 2 في 6 هي 3 في 6 ناقص 1 في 17. هكذا يعني اللي ما واضحش عنده هنا هي 6 ناقص 1 في 17 زائد 2 في 6. 6 فين هنا و 6 فين هنا، نعمل ب 6 هي 3 في 6 ناقص 1 في 17. هاهي فين هنا. إذا تساوي 3 في هاد 6، هاد 6 هادي غنعوضها لأنها تا هي هي تا هي هي ستان غيست، هي 23 ناقص 1 في 17. هاي 23 ناقص هاد الواحد في 17، هاي هاد الواحد في 17 هاو تساوي. دابا غنشر تاني، غادي نشر 3 في 23، 3 في 23 ناقص 3 في 17 ناقص 1 في 17. إذا 3 في 23 هذه غنحتفظ بها لأن فيها 23، الشيء اللي بغيت نوصل ليه، في 23 ناقص 3 ناقص 1 في 17 يعني ناقص 4 في 17. هاي غادي نتبه، جو كونتيني 3 في 23، هاد 23 نخليها لأنها تهمني، ناقص 4 في 17، 17 كوره باقي، إذا غنرجع للجدول ونعوضه، 17 هي 40 ناقص 1 في 23، 40 ناقص 1 في 23، هاهي، هاد 17 هادي عوضتها بهاد القوس. إذا غنشر دابا 3 في 23 اش غتعطيني، 3 في 23 ناقص 4 في 40، ها 40 بانت، زائد 4 في 23 هادي، إذا اش غتعطيني 3 في 23 هادي كتهمني، وهنا 4 3 في 23 عفوا 3 هذه مع هذه تعمل 23 غتعطيني 7 في 23 ناقص 4 في 4 هذه 7 في 23 ناقص 4 في 40. ضرب تبادلي غادي نكتبها على شكل المعادلة اللي عندي، 23 إكس زائد ناقص 40 إي غير تساوي 1، نكتب على هذا الشكل 23 ها 23 هي ها إكس صفر هو هذا ناقص 40 ها إي غير صفر، إذا ها هي
الطرف الثاني راه يساوي واحد، راه فيه هنا واحد، 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 إلى آخره. إذن هنايا 23 في 7 ناقص 40 في 4 يساوي واحد. شوفوا المعادلة الأصلية راه فيها هي 23. إذن هاد لو إكس هذا الحل الخاص هو 7. هاد لو إكس يناسبو 7، وهاد لو إيكغيك 40 راه مكتوبة يناسبو 4. Et par suite, une solution particulière de E est le couple x0, y0, x0 tout seul et 7a, ou y0 tout seul, 4. Regardez, nous avons un problème, une solution, إذن غندوزو لاغيزوليسيون. إذن بالنسبة لحل المعادلة غادي ناخدو المعادلة الأصلية وغنضيفو ليها المعادلة ديال الحل الخاص 23 إكس صفر، وغنعوض شي إكس صفر القيمة ديالها 7 غنخليها حتى النهاية، و إيكغيك صفر غنخليها حتى النهاية. إذن هنا أش غادي ناخد هاد المعادلة هادي، وهادي غنسميها المعادلة رقم واحد وهادي المعادلة رقم جوج. إذن باغ سوستراكسيون غندير الطرح واحد ناقص اثنين يستلزم، ماشي ايكيفالون، هذا يستلزم 23 عامل على اكس ناقص اكس صفر ها هي ناقص 40 عامل على ايكغيك ناقص ايكغيك صفر يساوي واحد ناقص واحد هي صفر. اذا هاد المتساوية هذه بالتكافؤ غنحول ناقص 40 عامل على ايكغيك ناقص ايكغيك صفر الطرف الثاني غنحصل على هذا. اذا هاد اكس ناقص اكس صفر ينتمي الى زيد، هذا صحيح نسبي وهذا حتى هو كذلك. اذا هنا اش كنستنتج من هاد المتساوي؟ كنستنتج من جوج حوايج، 23 كيقسم 40 عامل على ايكغيك ناقص ايكغيك صفر، و 40 حتى هي كتقسم، يعني بغان بليكاسيون هنا كتقسم 23 عامل على اكس ناقص اكس. نشد هذه ناخذ هذه هكذا، خلي هذه جو برون لو ريزولتا 40 ديفيز 23 فاكتور دو اكس موان اكس 0. دونك 40 ديفيز 23 fois x moins x0, 40 est premier avec 23, donc d'après le théorème de Gauss, 40 divise x moins x0, ce qui implique qu'il existe un cas tel que x moins x0 égale à 40k, ce qui implique que x égale à x0 plus 40k, on a oublié x0 sévère, et bien nous sommes الاكس. اذا عندي دابا الاختيار بين اما نعاود نطبق هذه نطبق لو تيوغرام دو غوس، ولا ناخذ هاد لا فالور هادي اللي لقيت سيت فالور ونعوضها في المعادله غنلقى لا فالور كوريسبون كي كوريسبون ا ايغ بيان سور افيك كاست نومبر كي فوالا. اذا هنا هاني وجدت الحل، ولكن باغ امبليكاسيون ردوا البال، إذن هاد الحل اللي وجدت هذا بالنسبة لـ x وبالنسبة لـ y خاصني نعوضهم ريسيبروكمون في المعادلة ونشوفهم واش كيحققوها ولا لا. إسكيل فيريفي ليكواسيون بيان سور، سي جو رومبلاس x بار سا فالور y بار سا فالور جو كالكول جو تخوف. دونك فينالمون هادي ديروها كتمرين ما نبغاش هي ريسيبروكمون. إذن l'ensemble des solutions de l'équation E هو مجموعة الأزواج اللي على هذا الشكل. 7 العدد الأول ديال الزوج هو 7 زائد 40 ك نقطة فاصلة 4 زائد 23 ك بحيث ك عدد صحيح نسبي. غنمر للسؤال الرابع. السؤال الرابع بسيط هو ولكن يبان يعني en apparence qui est un bien. C'est un sérieux, mais c'est un peu plus sérieux.
بشرط نكونوا عارفين واحد الحاجه مهمه جدا وهي القسمه. مثلا ممكن ناخذ واحد العدد ا ونقسمه عدد صحيح بيان سور على واحد العدد اللي غير منعدي، كنلقى واحد لو كوشيون وكنلقى واحد لو غيست. اذا هذه المتساوي شنو هي؟ هي ا ايكال ا بي و في بلس لو غيست. اذا هنا اش كنستنتج؟ نقول ان هذا لو غيست هذا راه ان ا اي كونغرو ا ار موديلو بي. هاد الكتبة هادي 23 دي، هذا راه هو ا وهذا هو ار وهذا هو بي. اذا 23 دي ايكيفالون ا ان موديلو 40، واحد 23 دي يكافئ واحد دي تربيع 40. اذا هاد الواحد هذا راه هو قسمة 23 دي، هو خارج قسمة 23 دي على 40. إذا هاد لي كونديسيون هادو إمبلي كو 23 دي مني قسمتها على 40 عطاتني واحد الخارج وعطاتني لو غيست هو 1. بمعنى أن 23 دي تساوي 40 في زائد 1. ها هي في كتبتها بحيث في عدد نسبي، وهاد لا كونديسيون راه كتبقى غادي حتى النهاية. سو كي امبلي هذا يستلزم 40 في غنحولها للطرف الاول غتصبح 23 دي، غتولي 23 دي ناقص 40 في إدارة 1. إذا لاحظوا تاني هاد المتساوية هذه اللي توصلت ليها راه على شكل 23 إكس موان 40 إيغريك إدارة 1. واش كيعني هذا؟ كيعني أن هاد 23 هذا اللي مضروب 23 راه هو هذا الحل، وهذا 40 هذا كي اللي مضروب 40 راه هو الحل الايجابي. اذا سكيان لي كدي كيساوي الحل اللي وجدنا بالنسبه لاكس، وكي هو الحل اللي وجدنا بالنسبه لاكس، ودي كيبقى ديما محصور بينات ككونديسيون كشرط بين الصفر و 4. هذا ما كيهمناش ما ندير به. اذا سوكي ان كليك دي ايكال 7 بلس 40 ك، دي يساوي 7 زائد 40 ك، و دي يبقى محصور دائما كشرط بين الصفر و 4 اصغر من القاسم. 40 هو القاسم قطعا. Donc le seul antirelatif K vérifiant ce système est K égale à 0. Lui-même, pour lui, هي 7 زائد 40 ك، 7 زائد 40 ك محصور سيكون محصور دو ات كومبي اونتر 0 اي 40 40 ك دو ات كومبي. الو جو رترانش 7 دونك 0 موان 7 سي موان 7 انفيريور ا 40 موان 7 هي 33 ك قسم على 40 33 على 40 وهنا ناقص 7 على 40. إذا لاحظوا معايا أن هذا ناقص 7 على 40، ما تنساوش أن كارا ستان نوم غونتي عدد صحيح،
ناقص 47 في كاين على المستقيم راه كاين هنا قريب من الكبتاغيسي. المهم راه صغر من الصفر وكبر من ناقص واحد. 33 على 40 هذا فين غيكون؟ غيكون هنا في الكبتاغ هنا بين الصفر وواحد. هنا 33 هذا 33 على 40 وهذا راه ناقص 7 على 40. إذا شنو هو العدد الصحيح اللي محصور بيناتهم بينات هذا؟ إي سو نومبر سي سيلوي لا كا إيكال زيرو. دونك فوسي ليكسبليكاسيون دو سو ريزيلت. بويسكو كا إيكال زيرو باش هاد الشرط يتحقق، إذا غادي نعوض ك بزيرو غنلقى بي تساوي 7 زائد 40 في صفر هي 7. التصويت هو الاعتدال. غنشوفو دابا ريسيبروكمون واش هاد لا فالور هادي دي إيكال 7 هاد لونتي يونيك هاد العدد الوحيد 7 اللي وجدنا واش كيحقق ليا هادوك جوج الشروط اللي عاطينا في الأول في البداية 23 دي congru à 1 modulo 40 et D compris entre 0 et combien 40. D يساوي 7. 7 فعلا محصور بين 0 و 40، إذا هذا الشرط متحقق. غنشوفوا دابا هاد 23 دي. D كتساوي 7، إذا 23 1 7 في 3 21 14 16 إذا هذه هي 23 دي. 23 دي غنقسمها على 40 ونشوف واش غنلقى لو غيست واحد. إذا 161 ديفيزي بار 40 سا دون كومبيان 4 160 161 من 160 لو غيست إيكال à 1. دونك إل فيريفي أوسي cette égalité de congruence. إذا هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. أتمنى أن تستفيدوا جميعا من هذا العمل المتواضع، لكن أدعوكم لتشجيع القناة بالمشاركة وتفعيل الجرس وإبداء الإعجاب و partagez avec les amis et les camarades du مع أصدقائكم وزملائكم. إذا اعتبر على هاد الشيء هذا راه على ستيم انوتاسيون ديال بي دي اف. هذا راه ستيم بي دي اف، كاين واحد لوجيسيال كيسمح ليا باش نكتب فوق منو يعني باش نوضح أكثر. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى مع تمرين آخر بحول الله.